نشرة، رئيس الجمهورية ينتظر الحريري. سمع كفاية رئيس الحكومة المطالب وكلها، هلا أطني علي ياخذ المبادرة ويألف، نحن بانتظار. سويسرا تحيي الكرم اللبناني. يحيي التضامن والكرم الاستثنائيين اللذين أظهرهما لبنان شعبا وسلطات باستضافة اللاجئين السوريين. وماكرون يهدد بشن ضربات ضد سوريا. بشار الأسد أن يبقى في السلطة، ولاجئ تركيا والأردن ولبنان أن يعودوا إلى دي. أهلا بكم إلى هذه النشرة من قناة الجديد. ينتظر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الرئيس المكلف سعد الحريري، وقال إن الحريري استمع إلى الفرقاء وعليه أن يأخذ المبادرة ويعمل على تأليف الحكومة ونحن بانتظاره. وأضاف عون في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السويسري أن العمل ينصب على تشكيل حكومة جديدة على أساس معايير تعكس صحة التمثيل الذي أرسته نتائج الانتخابات. وأشار إلى أنه تم التطرق إلى الوضع الإقليمي، حيث جدد التأكيد على موقف لبنان المتمسك بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة ببلدهم، وترحيب لبنان بالمبادرة الروسية التي تصب بهذا الاتجاه. وطلب من الرئيس السويسري أن تكون بلاده إلى جانب هذه الخطوة وعدم ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول التوصل إليه. من جهته تمنى الرئيس السويسري الأفضل في تشكيل الحكومة الجديدة وفق نتائج الانتخابات، ما يمكن لبنان من الاستجابة بأسرع وقت للتحديات التي تواجهه جراء الصراع في سوريا. وإذ حيّ الكرم اللبناني في استضافة اللاجئين وأبدى دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة. نبدأ من جريمة مروعة وقعت في المنيا، حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن جريمة ارتكبت بحق شاب على يد شيخ مساء السبت في بلدة برج اليهودي قضاء الضني طرابلس، بعد أن قال الشاب لصاحب سوبر ماركت كان يتبضع فيها حل عن ربي، وهو ما اعتبره الشيخ إهانة للذات الإلهية. تفاصيل إضافية في اتصال مع مراسلتنا حليمة طبيعة. حليمة يعطيك العافية، وما هي تفاصيل هذه الجريمة المروعة التي حصلت في طرابلس؟ صحيح ميشا، شكرا، الله يعافيك. الجريمة التي ارتكبت بحق الشاب محمد الدهيبي من بلدة النبي يوشع على يد الشيخ خالد الدهيبي من بلدة دير عمار، هما من نفس العائلة ولكن لا تربطهما أي صلة قرابة، ارتكبت ليل السبت الماضي عند 11 مساء ليلا في أحدى المحال التجارية السوبر ماركت في بلدة برج اليهودية في الضمية. هذه الجريمة ارتكبت، يعني بدأت عندما كان يتجادل الشاب محمد مع أحد الموظفين في السوبر ماركت، وانتهى الأمر في هذا الجدال عندما قال له حل عن ربي، فسمعه الشيخ الذي كان متواجدا داخل السوبر ماركت وهو كما ذكرت من آل الدهيبي من بلدة دير عمار، فتجادل معه وقال له أنت كفرت، فقال له كفرت أو ما كفرت هذا شيء ما خصك فيه. وعند يعني بحسب الشهود أن هذا الإشكال انتهى إلى عند هذا الحد داخل السوبر ماركت، ولكن عندما خرج الشاب محمد من السوبر ماركت وجد الشيخ مع شقيقه وقاموا بطعنه على خلفية أنه كفر وأقام عليه الحد الشيخ وطعنه عدة طعنات لأدى إلى وفاته. وطبعا يعني تفاصيل هذا الطعن وما جرى معه سنكون فيها هذا التفاصيل في تقرير مفصل مساء. وطبعا يعني بالامس شيع الشاب وولي الثرى بان كانه شهيدا دون ان يغسل. نعم، شكرا جزيلا لك حليمة على هذه الرسالة. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يحض رئيس الحكومة المكلف على اخذ المبادرة والمضي في تأليف الحكومة.
منطلقا من موقف سويسرا الداعم دوما للبنان وقضاياه واستضافتها مؤتمرين للحوار الوطني اللبناني، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس الاتحاد السويسري ألان بيرسي الذي وصل مساء الأحد إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. وخلال مؤتمر صحفي مشترك كرر رئيس عون أمام نظيره السويسري موقف لبنان المتمسك بعودة النازحين السوريين انطلاقا من المبادرة الروسية، وتوقف عند أهمية الانتخابات النيابية التي جرت على أساس نسبية، مؤكدا تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية وضرورة احترام حق العودة. وأطلعت فخامته على أن العمل ينصب اليوم على تشكيل حكومة جديدة على أساس معايير تعكس صحة التمثيل الذي أرسته نتائج هذه الانتخابات. وأطلعت فخامة الرئيس الضيف على أن الورشة الأبرز التي تنتظر لبنان تتمثل في وضع الخطة الاقتصادية الوطنية وما أقره مؤتمر سادر موضع التنفيذ ومحاربة الفساد. جددت التأكيد على موقف لبنان المتمسك بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم، وترحيب لبنان بالمبادرة الروسية التي تصب في هذا الاتجاه. وطلبت من الرئيس الضيف أن تكون بلاده إلى جانب هذه الخطوة وعدم ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول التوصل إليه. على بهذه المرحلة رئيس الحكومة المكلف هو اللي بده يألف الحكومة، وبالمرحلة النهائية طبعا في صلاحية رئيس الجمهورية انه يطلع ويوافق حتى يمضي. لحد هلا بعدنا بالمرحلة الأولى، يبدو انه هلا سمع كفاية رئيس الحكومة المطالب وكلها، هلا اثني عليه ياخذ المبادرة ويألف. نحن بانتظاره. الرئيس بيرسي من جهته كشف عن توقيعه والرئيس عون على اتفاقية للإلغاء المتبادل لإلزامية تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، آملاً الأفضل للبنان لناحية تأليف الحكومة. سويسرا تدرك جيداً التحديات الهائلة التي يواجهها لبنان من جراء الصراع الدائر في سوريا، وأقول لكم أيضاً بأن بلدي سويسرا يحيي التضامن والكرم الاستثنائيين اللذين أظهرهما لبنان شعباً وسلطات باستضافة اللاجئين، وسوف نواصل مساعدة لبنان عن طريق دعم السكان المحليين واللاجئين إلى أن تتوفر ظروف العودة الطوعية بكل أمن وكرامة. وكان رئيس الاتحاد السويسري قد التقى عددا من رجال الأعمال إلى مائدة فطور قبل أن ينتقل إلى وسط بيروت ويضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء 6 أيار. لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة له أمام سفراء فرنسا إلى أننا نقف في مفترق طرق بشأن الصراع في سوريا ونؤكد على الحل السياسي، مشيرا إلى أن النظام السوري يهدد بكارثة إنسانية في إدلب ونأمل من موسكو وأنقرة الضغط على دمشق. وأعرب الرئيس الفرنسي عن استعداد باريس لشن ضربات جديدة على سوريا في حال استخدام القوات الحكومية للأسلحة الكيميائية. وذكر ماكرون في خطاب أدلى به أمام السفراء الفرنسيين بالضربات التي شنتها باريس بالتعاون مع واشنطن ولندن في نيسان الماضي على مواقع للحكومة السورية ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم على بلدة دوما في غوطة دمشق الشرقية، قائلا: سنستمر في التصرف بهذه الطريقة إذا سجلنا حالات مؤكدة جديدة لاستخدام الكيميائي. واتهم ماكرون الإدارة الأمريكية بتهديد مبدأ تعددية الأقطاب في العالم، مشددا على أن الحوار مع واشنطن ضروري. وقال: الإدارة الأمريكية اليوم تهدد مبدأ تعددية الأقطاب، وذلك يعود للأزمة التي تعيشها العولمة. وأضاف ماكرون: ضرب مبدأ تعددية الأقطاب بدأ أيضا مع الإدارة الأمريكية السابقة، داعيا الأوروبيين لعدم الاعتماد على الولايات المتحدة في أمنهم.
نحن نرى جيدا أولئك الذين يريدون الحرب بعد انتهاء الحرب على داعش بتسهيل ما يقال بإعادة الأمور إلى طبيعتها، بشار الأسد أن يبقى في السلطة ولاجئوا تركيا والأردن ولبنان أن يعودوا إلى ديارهم وأوروبا وغيرها تعيد الإعمار. أنا منذ اليوم الأول اعتبرت بأن عدونا الأول هو داعش، وأنا طبعا لم أقل بأن سقوط نظام الأسد أو تنحيه شرط أساسي، ولكن أعتقد بأن هذا السيناريو سيكون خطأ كبيرا. من الذي أدى إلى خروج هؤلاء اللاجئين؟ من الذي قتل شعبه؟ الأمر لا يعود لفرنسا بأن تقرر من هم القادة في المستقبل في سوريا ولا أي بلد آخر، ولكن من واجبنا ومن مصلحتنا أن نضمن بأن الشعب السوري سيكون في وضع يسمح له بذلك. علينا أن نحترم سيادة سوريا وذلك بالسماح للشعب بالتعبير عن صوته. أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس نيته تقديم استراتيجية خارجية جديدة للعلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، ونقلت وكالة دي بي اي الألمانية عنه أثناء الفعاليات لمناسبة انطلاق عام ألمانيا في الولايات المتحدة قوله: لقد حان منذ زمن بعيد الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأطلسية بتبصر وبصورة انتقادية وحتى بصورة انتقادية ذاتية. وكتب ماس في مقال له نشر في وقت سابق أن الولايات المتحدة وأوروبا تبتعدان عن بعضهما البعض منذ سنوات عديدة، مشيرا إلى اختفاء المصالح والقيم المشتركة للجانبين، وقال إن عملية تطبيع العلاقات مع الشرق بدأت قبل وصول الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى الحكم، معبرا عن معارضته للاستراتيجية التي تنص على أنه يجب على أوروبا ببساطة توقع تغير السلطة في الولايات المتحدة. واقترح ماس جعل فكرة التعاون المتوازن أساسا للعلاقات الجديدة مع واشنطن، واصفا إنشاء أوروبا القوية والمستقلة بالهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الألمانية، كما شدد على ضرورة استخدام الوزن المتكافئ في المجالات التي تعبر فيها الولايات المتحدة الخط الأحمر. قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن المتهم بعرقلة تشكيل الحكومة هي الجهة المستفيدة من إرباك وإضعاف عهد رئيس الجمهورية، مشددا على أن الذين زرعوا العقد والعقبات أمام تحرير الجرود بالأمس هم اليوم يزرعون العقد والتعقيدات والمشاكل أمام تشكيل حكومة لبنان وهوياتهم معروفة. كلام الشيخ قاووق ورد خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين الذي أقامته بلدية الخيام في قضاء مرج عيون. وبلا عجب أن الذين زرعوا العقد وزرعوا العقبات أمام تحرير الجرود بالأمس هم اليوم يزرعون العقد والتعقيدات والمشاكل أمام تشكيل حكومة لبنان. هم أنفسهم وهوياتهم معروفة. أعلن رئيس لائحة بيروت الوطن صلاح سلام تراجعه عن الطعن الذي قدمه في نتائج الانتخابات النيابية في دائرة بيروت الثانية أمام المجلس الدستوري. بعيدا عن الشوائب والتجاوزات والمخالفات التي اعترت العملية الانتخابية في بيروت الثانية والتي كان من شأنها إبطال هذه الانتخابات، ونظرا للتطورات السياسية الطارئة والمستجدة ومرافقة من الحملات الهادفة للنيل من مقام رئاسة الحكومة وصلاحيات الرئيس المكلف، وتمسكا من قبلنا بدستور الطائف وبنود وثيقة الوفاق الوطني سيما ما يخص صلاحيات ومسؤوليات الرئاسة الثالثة، وذلك حرصا على السلم الأهلي والأمن والاستقرار وصونا للصيغة اللبنانية من أي اهتزاز، وتجاوبا مع رغبات ومواقف أهلنا في بيروت ومساعي الفعاليات البيروتية في الحفاظ على وحدة الكلمة وتعزيز وحدة الصف في هذه المرحلة الحرجة، وحتى لا تفسر مراجعتنا القضائية أمام المجلس الدستوري في غير محلها، أعلن الرجوع عن الطعن المقدم من قبلي شخصيا أمام المجلس الدستوري على أن يتولى الوكيل المحامي الأستاذ سعيد مالك إتمام الإجراءات اللازمة. في أفقا دهمت قوة من استخبارات الجيش منزل علي صبحي زعيتر والعائلة تشكو فقدانها أشياء ثمينة. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال الحاج موسى. جوال،
تفضلي، كل تفاصيل لديك. نعم ميشا، نحن الآن في منزل علي صبح زعيتر حيث داهمت قوى من الجيش كما ذكرتي صباحا حسب العائلة حوالي 6:45 صباحا داهمت قوى من المخابرات منزل علي صبح زعيتر. يعني بعد شوي حفرجيكم جوا البيت الحالي كيف، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه مبارح صار في إطلاق نار كثيف في المنطقة على خلفية يعني مشاكل سابقة بين مختار المنطقة وآخرين من آل زعيتر. كان سبق وأعددنا تقريرا من منذ حوالي السنة حول مختار من آل زعيتر تعرض للضرب على يد شبان من آل زعيتر أيضا في منطقة أفقا، وهذه المشكلة تتفاقم في المنطقة وعلى خلفيتها دائما هناك أطلاق نار. على خلفية أطلاق النار ليل أمس داهمت قوى من المخابرات منزل علي صبح زعيتر بحثا عن أسلحة تم استخدامها، وطبعا بناء على يعني يمكن إخبارية من بعض أهالي المنطقة. لنقف أكثر على تفاصيل هذه الرواية اللي خبرتينا عنها الصبح، اذا فينا شوي نوقف بس. مدام إلهام، حضرتك مرته لاستاذ علي زعيتر، قلت لي انه رحتوا الصبح على بيروت. الساعه 5:10 انطلقت من هون على مستشفى جبل لبنان لانه انا زوجي مريض علي صبح زعيتر. الساعه شي 6:30 6 هيك شي بيجينا تليفون انه الجيش مطوق البيت. بالبيت ما في حدا، ما في الا الخادمه عندي هون. ففايت الجيش وقالوا لنا انه اخذوا من عنا، ما في بيت الا ما في ساعة. خلينا نفوت شوي نحن وياك اذا فينا بعدد ست زميله سلام يونس. وانا مقيمة هون صيفا شتاء. بيتك هون صيفا شتاء؟ تفضلي هذا البيت. يعني شو بدي اقول؟ انا تفاجأت في عندي ما يوازي 1.5 كيلو ذهب محطوطين بهيدي. هلا هو تسجل الإشارة إلى أنه عند مداهمة مخابرات الجيش أمر طبيعي نشوف هذا المشهد لأنه بيبقوا عم بفتشوا على قطعة سلاح. بس أنت المشكلة اللي عندك أنه اختفى ذهب. اختفى ما يعني أقول لك ما يوازي 1.5 كيلو ذهب. أنا يعني الابنة الوحيدة لأهلي الله يرحمه. لقوا سلاح بس دهمه؟ إيه نعم لقوا سلاح، قطعة سلاح هي لبيي. وأنا متحسرة كمان إنه أخدينا أخدوها لأنه هيدي ذكرى من البابا وأنا وحدانية عند أهلي. عرفتي كيف؟ طيب أنت كيف عرفتي؟ يعني أول شيء إنه الذهب اختفى دغري إجا ببالك إنه في ذهب؟ بس قالوا لنا أن الشغيل اللي عنا، في شغيل عنا ساكن هون بقول، وفي الخادمة هون بالبيت بقول الشغيل بقول إنه الجيش مداهم البيت عندكم. لا إله إلا الله. جيش مداهم البيت وأخذوا قطعة سلاح وأخذوا شنطة. أنا هو الشغيل قالكم أنه أخذ شنطة؟ أخذوا شنطة شغيل. هلا ما طرق بالي انه ولا ممكن انه يتصادر ذهب. طيب سؤال، انت قلتي لي انه كنت حاطة الذهب بهيدي الشنطه داخل شنطه تانية. في شنطه تانية بقلب، يعني هي الشنطه اللي بقلب هيدي الشنطه، يعني الشنطه اللي كنت حاطيها بقلب هي اللي اخذوها الجيش. هي اللي اخذوها وبحطها بعطي لونها. يعني شو لونها؟ جاي على ذهبي بني على ذهبي. طيب هذا كلام كبير يلي عم بتقولي حضرتك انه الجيش ممكن يكون اخذ ذهب. مش ممكن يكون في طرف اخر هو اللي فايت بالموضوع، هو اللي اخذ ذهب يعرف انت وين حاططين واخذهم؟ ابدا، لانه انا اتصلت الله يوجه له الخير بالعقيد سياده العقيد بحكي الاسم، انا بشكره كثير لانه قال لي عقيد بالمخابرات الجيش. بعتقد عقيد بالمخابرات الجيش. انا بشكرهم وبشكر تعاونهم معي لانه انا حكيتهم بالنسبه للذهب، قلت لهم الذهب معقول انه يتصادر الذهب؟ سلاح اوكي على راسي وعيني بس ذهب مش معقول انه يتصادر ذهب. شو كان جوابه؟ كان جوابه قال لي ما تعتلهم لانه قالوا لي انا طلعت على مخفر العقوره كنت بدي اعطي افاده، ولكن قالوا لي بدك تنزلي على ما تعتلي هم. شو يعني عم بقلك انه الذهب معهم؟ اي ما تعتلي هم بيوصلوا لك. شو يعني؟ نعم جوال. شو يعني مين بيكون اخذهم؟ نعم جوال. طيب مين بيكون صادرهم؟ هلا اي مصادر السلاح ولا مصادر الذهب؟ على كل حال يعني نحن اكيد كل شيء فهمت عليك. ميشا يعني اذا فينا بس نعمل جوله صغيره بالبيت. لحظه مثل في مجال؟ تفضلي. مثل هون جبريه سلام. ما بدنا نكبش كله هيدي
ليك الأرض هون شو كيف كلها هيدي الوراق، يعني في أشياء من خصوصياتي أنا، يعني حتى في لابتوب ابني كنت عم تقولي لابنك مهندس، لابتوب لابني، ابني مهندس كمان أخدينه، يعني كتير في أشياء كتير مصدرينها من البيت بطبيعة الحال. هلا ما نعرف شيء ميشا، يعني طبعا السيدة إلهام هي المسؤولة عن كلامها بهذا الموضوع. نعم. ونحن بانتظار توضيح من قيادة الجيش. تفضل. بقط النوم اللي بينام فيها ابني فوق كان في 2000 دولار موجودين، ما تاخذوا ال 2000 دولار. اوكي عارفه كيف؟ طبعا نحن ميشا رح نتابع هذا الموضوع بتحقيق مفصل، رح جرب اتواصل مع القياديين بمخابرات الجيش للوقوف عن تفاصيل هذه المداهمه، وما اذا كان انه مصادره ذهب يعود لملكيته لمدام الهام هو امر يمكن من ضمن اصول المداهمه، هذا امر بطبيعه الحال ننتظر منه توضيح من قياده الجيش يلي هي اكيد رح تقوم بالتحقيقات اللازمه بناء على إخبارية أهل هيدا البيت فور إخبارهم عن فقدان ذهب تقريبا بقيمة 100,000 دولار. قلتي لي ما بعرف أنا، يعني شيء كيلو ونص ذهب يمكن. خودي الماما مشيتهم على نعم. مكان الدهب. ميشا إذا يعني بتفاصيل طبعا رح يكون لنا متابعة على هيدا الموضوع بنشرة المساء بتقرير مفصل. ميشا نعم شكرا جزيلا لك جوال. وفاصل ومنارة الاهتداء إلى الصواب السياسي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طلب فيه تحريك الدعوة العامة في صفقات مشبوهة تحصل في مطار رفيق الحريري الدولي قد تتوافر فيها عناصر الجرائم الواقعة على الإدارة العامة عملا بالمواد 350 وما يليها من قانون العقوبات، أي الرشوة واختلاس الأموال العامة والغش في أموال الدولة والتي لم يمر عليها الزمن، وذلك بمقتضى المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والإفادة عند الإتاحة القانونية بنتائج الملاحقة. علما أن الصفقة الأولى التي أشار إليها كتاب جريصاتي تتعلق بالآلات الكاشفة على البضائع في المطار، فقد كشفت صحيفة الأخبار أن مرجعا رسميا تلقى ملفا أحاله إلى القضاء المختص، تبين أن هذا الملف يتعلق بشراء آلات الفحص في المطار، حيث يوجد هناك شكوك في أن دفتر شروط العقد وضع على قياس شركة الحمرة التي أبرم معها اتفاق بالتراضي بعد استبعاد باقي الشركات، وبعضها قدم عرضا أرخص ب 16 مليون دولار. ووفقا لمعلومات الصحيفة فإن رجل الأعمال اللبناني الأمريكي فاء ميم ألف الذي يملك معظم أسهم شركة أستروفيزيكس لبنان سبق أن قدمت في عام 2009 هبة عينية لصالح مطار رفيق الحريري الدولي، وهي عبارة عن جهاز تفتيش أكس راي لحقائب المسافرين، وقد شارك في استدراج عروض أعلنت عنه إدارة الطيران المدني لشراء وتركيب وصيانة 3 أجهزة أكس راي لتفتيش السيارات. وقد تضمن العرض تركيب 3 أجهزة متطورة لقاء مبلغ 1 مليون دولار أمريكي لكل جهاز. لكن مع بداية العام الحالي تم رفض عرض شركة فاء ميم ألف وقبول عرض مقدم من قبل مجموعة الحمراء، أي وكيلة شركة رابيسكن الأمريكية في أبوظبي، بالرغم من أن التكلفة التي قدمتها الحمراء هي 19 مليون دولار أمريكي لقاء تركيب الأجهزة 3 بتقنية مختلفة عن تلك المستخدمة في أجهزة فاء ميم ألف. وعندما جرى الاستفسار عن الأمر كان الجواب أن سبب رفض عرضه عدم موافقته لدفتر الشروط. احتفلت المديرية العامة للأمن العام بالعيد 73 مع ذوي الشهداء والجرحى برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وحضوره بعنوان من يمضي إلى الاستشهاد يصنع النصر ويبني وطنا. وعلى وقع نشيد الشهداء الذي عزفته موسيقى الأمن العام وضع اللواء عباس إبراهيم إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الأمن العام. وبعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمن العام ألقى اللواء إبراهيم كلمة توجه فيها إلى من أسماهم رفاق الدرب، قال فيها أرغبوا من خلالها بأن نتبادل سوية فرحة الانتصار والفوز، الانتصار على الإرهاب وعلى العدو الإسرائيلي والفوز على الفساد والبيروقراطية والتبعية والمحسوبية والرشوة والواسطة لصالح الإدارة النظيفة والتطور التقني والإلكتروني والمهارات البشرية. ففرح العيد دين علينا للشهداء ولكم جميعا،
والعيد استقرار ينعم به لبنان واللبنانيون بفضل دمائكم ودماء هؤلاء الأبطال والتي هي منارة الاهتداء إلى الصواب السياسي. وأضاف: نحتفل اليوم بالعيد 73 لتأسيس المديرية العامة للأمن العام، مستذكرين بإجلال وإكبار أرواح رفاقنا العسكريين الذين سقطوا في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، فكان نصر التحرير لوطن العيش الواحد ووطن الرسالة في فجر الجرود بمواجهة الظلاميين الإرهابيين. وكان لنا أيضا شرف صون التحرير الذي تحقق عام 2000 عبر إسقاط شبكات تجسس العدو الإسرائيلي الواحدة تلو الأخرى. إن العيد هو محطة للمستقبل نسترجع فيها ما تحقق وما تعتزم المديرية العامة للأمن العام تحقيقه، سواء على المستوى الأمني أو سواء على المستوى الإداري والخدماتي، وكذلك متابعة ملفي النزوح السوري واللجوء الفلسطيني بدقة علمية متناهية ووفقا للقوانين الوطنية وشرعة حقوق الإنسان العالمية التي يلتزم بها لبنان. اعتصام لأهالي ذوي الصعوبات التعلمية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية. اعتصم أهالي طلاب ذوي الصعوبات التعليمية أمام وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبين الوزير بيير بوعاصي في الرجوع عن قرار تقليص موازنة تعليم ذوي صعوبات التعلم وإعادة الدعم حتى 18 من عمر أبنائهم. سيوبا صحلنا ننزل على الشارع، هننزل هنعمل مستحيل كرامة أولادنا. نحن أولادنا بدهم يتعلموا، ما بدنا أولادنا يضلهم بالشارع. في نسبة عالية كتير من الأولاد بحال الوزير ما اهتم لهم وما حط ايدهم فيهم، حيصيروا بالشارع. كل واحدة عندها ولد ولدين وفي منهم ثلاثة، فبتمنى من معاني الوزير يسمع صوتنا. أولادنا مش قادرين نعلمهم، معهم صعوبات تعلمية. أنا رحت على وزارة التربية، أنا ابني ما كانوا يقبلوا لي إياه، ما كانوا يقبلوا لي إياه بوزارة التربية لأنه حدودي، لأنه مش ما في مدرسة مؤهلة بوزارة التربية، بعد ما في معلمات. حضرة الوزير إذا ما استجاب لمطالبنا وما عطى هالولاد حقوقهم، أكيد هالولاد رايحين للشارع. يعني ما في مجال غير هيك. الولد تكلفته كتير عالية، الأهالي ما بيقدروا يغطوا ولا نسبة من هيدا المبلغ المطلوب. الأهالي يجددون على أنهم لا يتراجعوا عن مطالباتهم حتى يتراجع الوزير عن قراره. نفذ عمال وموظفو بلدية الفكهة الجديدة اعتصاما أمام مركز البلدية قاطعين طريق الدولية بالإطارات المشتعلة. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر استمرار التحركات التصاعدية والدعوة قريبا إلى اعتصام أمام السراي الحكومي ليصار بعدها إلى إضراب لكل البلديات. نحن أمام طاغوت لقطع أرزاق الناس، نحن أمام طاغوت الفساد والظلم والاستبداد. في واقع مهم يجب أن نتعاطى معه، هو الواقع المعيشي للعمال والموظفين المظلومين. لا سكوت عن الظلم، لا سكوت عن عدم مسؤولية المسؤول بلبنان، لا سكوت عن عدم وجود الخدمات. ما في كهرباء، ما في ماي، ما في معاشات، ما في مدارس، ما في ضمان اجتماعي. هيدي قمة الظلم. نحن قلنا سنتاي بعد ما قبضنا ولا ألف من معاشاتنا، وبنتمنى من كل اللي عم يعسروا علينا شغلنا وعم يعسروا علينا وضعنا المعيشي عنا أولاد. نحن بدنا معاشاتنا، ونحن منا عم نطلب صدقة من حدا. نحن معاشاتنا مشتغلين وتعبانين لحتى عدمانين لحتى ليا لحتى نربي أولادنا. واقفين على معاشاتنا ليش؟ النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل: ترامب يفضل الجولف على ماكين. أهلا بكم من جديد. اعتبر البابا فرانسيس أن لا ضرورة للرد على الاتهام الذي وجهه إليه السفير البابوي السابق في واشنطن كارلو ماريا فيغانو بأنه تستر على تجاوزات ارتكبها الكاردينال الأمريكي ثيودور ماكاريك المتهم بالاعتداء جنسيا على إكليريكيين وكهنة شبان. وقال البابا للصحفيين على متن الطائرة التي عادت به إلى روما بعد زيارة إلى إيرلندا: لن أنبس ببنتي شفا بشأن هذا الأمر، على أعتقد أن البيان يتحدث عن نفسه. والبيان الذي تحدث عنه البابا هو رسالة مفتوحة نشرها في نهاية هذا الأسبوع السفير البابوي السابق في واشنطن، واتهم فيها البابا الأرجنتيني بأنه ألغى عقوبات فرضها سلفه البابا بنديكتوس على مكارك، وبأنه تستر على إفادات لأفراد من داخل الكنيسة يؤكدون فيها أن الكاردينال الأمريكي مثلي جنسيا.
وأنه اعتدى جنسيا على إكليريكيين وكهنة شبان، وأن الفساد بلغ قمة الهرمية الكنسية مطالبا باستقالة البابا فرانسيس. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقوم البيت الأبيض بإصدار بيان ينعى فيه خصمه السناتور الراحل جون ماكين. وتقول صحيفة واشنطن بوست أن ترامب منع إصدار بيان نعي يتعلق بوفاة السناتور جون ماكين كتبه مساعدوه، وتضمن إشادة ببطولة السناتور الراحل خلال حرب فيتنام وأسره بعد إسقاط طائرته والخدمات التي قدمها للولايات المتحدة. وبدلا من إصدار بيان يظهر الحزن على ماكين، ذهب ترامب للعب الجولف في فيرجينيا، واكتفى ترامب بتغريدة على تويتر، لكنه لم يشر إلى خدمة ماكين العسكرية أو في مجلس الشيوخ، كما لم تشتمل على أي ثناء على الراحل الجمهوري. وقال ترامب في تغريدته: أقدم تعزية وأصدق احترامي لعائلة السناتور جون ماكين، قلوبنا وصلواتنا معكم. كان في النشرة رئيس الجمهورية ينتظر الحريري. سمع كفاية رئيس الحكومة المطالب وكلها، هلا أطني علي ياخذ المبادرة ويألف، نحن بانتظار. سويسرا تحيي الكرم اللبناني. يحيي التضامن والكرم الاستثنائيين اللذين أظهرهما لبنان شعبا وسلطات باستضافة اللاجئين السوريين. وماكرون يهدد بشن ضربات ضد سوريا. بشار الأسد أن يبقى في السلطة، ولاجئ تركيا والأردن ولبنان أن يعودوا إلى النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.